أغلب التشوهات العمود الفقري هي اللي بتجي عند الأولاد بفترة البلوغ، وهي الجزء الأكبر من التشوهات اللي بتصيب الأولاد بعمر بدايتها 12-13 سنة، موجودة أكثر عند البنات من الأولاد، ومرتبطة بالنمو اللي بيصير عند الأولاد بسن البلوغ. فالتشوه مرتبط بسرعة البلوغ عند الأولاد. لذلك لما منشوف الأولاد في أسئلة منسألها مرتبطة بتطور البلوغ، مثل تغير الصوت، مثل الدورة الشهرية، الشعر عند الرجال، كل هودي الأسئلة تضع الولد بمنطقة معينة، تعطينا فكرة قديش في بلوغ أو طول بعد موجود عند الطفل أو الولد، لأنه هذا بيعطينا فكرة عن قديش بعد هالانحراف ممكن يتطور.